انا كنت استحق الحبس. شوف الاعتراف بقى، بني ادم خد 228 مليون ونص و500 الف من راجل وزير سعودي عشان اعمل استاد ونادي، خدتهم لنفسي. ازاي ما تحبس؟ بني ادم جاله 12 ساعه هدايا من السيد الوزير، اسعد بحوالي 12 13 مليون، المفروض اخطر ما اخترتش. بني ادم جاله 6 مليون جنيه قبل الانتخابات عشان يكسب نفسه وما بلغش، ده تمويل خارجي. اما الطرف الثاني جاله 151 مليون. ليه؟ لنفسه؟ قال لا دوم للنادي. اه والله هو اللي اتحبس. لا، هذا البني ادم تاني 151 مليون واتبرع ب 30 مليون للنادي بتاعه يتحبس؟ لا. شفت الدنيا مشقلبه ازاي؟ اللي ما خدش هو اللي اتحبس، واللي خد هو اللي حر الطريق. عرفتوا بقى ليه انا بقول بستحق الحبس؟ بتريق على اللي بيحصل، بسخر مسخره من اللي حصل. تاني، مسخره من اللي حصل.